السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم كيجي وانا عاملين ايه النهاردة؟ كله تمام؟ طيب فاكرين احنا خدنا صورة ايه المرة اللي فاتت؟ صورة ها؟ صورة الماعون، ممتازين، صورة الماعون. طيب قبل ما ناخد الآيات الجديدة هنراجع اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. نبدأ مع بعض، محدش هيقول مس نهاء، كلنا نسمع مس نهاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين. هاي افتكرتوا الآيات بقى اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت؟ طيب دلوقتي هناخد الآيات الجديدة. مس نهال هتقول الأول، بعد كده كيجي وان هيقول ورا مس نهال. فويل للمصلين، فويل للمصلين، فويل للمصلين. ها ممتازين كيج وان، نقولها كمان مرة. فويل للمصلين، فويل للمصلين، فويل للمصلين. ممتازين، ناخد الآية اللي بعدها. الذين هم، الذين هم، الذين هم عن صلاتهم، عن صلاتهم، عن صلاتهم ساهون، ساهون، ساهون. هقول الآية كلها على بعضها. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. ها ممتازين كي جي وان، ممتازين، برافو عليكم. انا عارفه كويس قوي اللي انتوا بتقولوا، حلو جدا دلوقتي. طيب تمام، هنقول من الاول. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طيب تعالوا نقول من اول آية خدناها خالص، ونقول ورا مس نهال. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طيب تمام، احنا كده خلصنا النهاردة الآيتين اللي هناخدهم جداد. ان شاء الله المرة الجاية ناخد آيات جديدة، نراجع بقى كويس لغاية المرة الجاية عشان نبقى حافظين كويس جدا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.